برحب بالاستاذ الدكتور هشام الغزالي، استاذ الاورام بجامعه عين شمس. دكتور هشام، مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور عمرو بيه، ازاي حضرتك؟ الحمد اتشرفت لله، بحضرتك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل عام وحضرتك بخير. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. شهر مهم، بالتاكيد توعيه من مرض ايضا مهم، فارجو حضرتك تقول لنا كده احنا وصلنا فين. يعني المبادره الحمد لله يعني كشفت على 28 مليون سيده، جزء منهم طبعا اللي ثبت ان هو بيعاني من شيء، يعني بدا ياخد علاجه او العمليات الجراحيه، ولكن في خلال الثلاث سنين دول حضرتك شايف وصلنا لفين؟ والله اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، وسعداء جدا جدا باهتمامنا المستمر والمتتالي باورام الثدي، خصوصا في اكتوبر الوردي. زي ما حضرتك ذكرت، هو اكثر الانواع الاورام شيوعا في العالم، تعدى اورام الرئه. منظمه الصحه العالميه اعلنت هذا الموضوع السنه الماضيه. سعداء جدا جدا بالانجاز العظيم، الحمد لله كنا ما نحلمش ان احنا نوصل له، ولكن الحمد لله وصلنا وبنعمل اكتر. 28 مليون سيده، ودي حاجه رائعه الحقيقه. الحقيقه كمان من الحاجات الاكثر روعه هو ان مش بس تم الكشف عليهم، ولكن تم الكشف وتشخيص المرضى بصوره رائعه. تم عمل لاول مره مركز معتمد دوليا لتحليل الباثولوجي من منظمه عالميه، وبالتالي كان بقى اول مركز في مصر موجود في وزاره الصحه. تم الكشف على السيدات بطريقه ما يسمى باللجنه متعدده التخصصات، يبقى حاجه مهمه جدا دكتور الجراحه ودكتور الاورام ودكتور الاشعه ودكتور الباثولوجي جنبا الى جنب، بحيث ان احنا يبقى عندنا اهداف واضحه. صح. هو رقم واحد شفاء السيده، رقم اثنين هو المحافظه على كل ما هو بقى مهم للسيده، من اول الثدي ان احنا نحافظ على الثدي، اثنين ان احنا نحافظ على شكلها، نحافظ على خصوبتها. كل ده بيبقى معني في هذه اللجنه متعدده التخصصات. تقريبا في حوالي اكثر من، زي ما حضرتك ذكرت، اكثر من حوالي النجاحات بقى الكبيره جدا، ان كان دايما بيجي السيدات للاسف في المراحل المتاخره، المرحله الثالثه والرابعه. قدرنا في هذه الحمله الرئاسيه العظيمه او المبادره الرئاسيه العظيمه ان يقل عدد او يقل الناس او نسب التاثر في المراحل الثالثه والرابعه بنسبه 50%، وبالتالي الناس بقى يجوا في المراحل الاولى والثانيه اللي معدلات الشفاء فيها بتعدي من 95 ل 99%. عظيم عظيم. عايز برضه اقول لحضرتك من الحاجات المهمه جدا والمبشره جدا، ان احنا زي ما كنا متصورين زمان ان الاورام الثدي دي كلها حاجه واحده، ولكن هي على الاقل ثلاثه انواع منفصله تماما. نوع منهم بيستجيب للعلاج الهرموني، ونوع بيستجيب للعلاجات الموجهه، ونوع ثالث اسمه ثلاثي السلبيه. الحاجات برضك المبشره جدا ان في اكثر من 5 ادويه جديده موجوده دلوقتي في مصر، ادويه جديده لاورام الثدي بانواعها. دي العلاجات الجينيه يا دكتور هشام؟ نسب الشفاء بصوره كبيره. العلاجات الجينيه والموجهه والمناعيه. يعني الحقيقه طفره عظيمه جدا يا عمرو بيه في علاجات اورام الثدي. كنا نتصور زمان ان الجراح هو اهم حد في العلاج، او نتصور دكتور الاورام اهم حد في العلاج، ولكن بقى الاهم حد هو المريض وكلنا حواليه، بحيث ان احنا نصل الى نسب شفاء عاليه جدا، ونسب حفاظ على الثدي الحقيقه بقت عاليه للغايه الحمد لله، اللي هي بيؤثر ايجابا الحقيقه على الصحه النفسيه للسيده. زي ما قلت حضرتك كمان، مش الصحه كمان النفسيه والحفاظ على الثدي، ولكن على الصحه، على الحفاظ على الصحه الانجابيه وشكلها وكل التفاصيل في هذا الكيان الجميل اللي هي الكور او محور الاسره المصريه. طب اكيد. طيب. الحقيقه برضو من الحاجات الكويسه جدا، اتفضل يا عمرو بيه. لا اتفضل من الحاجات الكويسة جدا الحقيقة برضو ان الكثير من العلاجات الحديثة دي زي العلاجات الموجهة ادت، ما بنديها ما قبل العملية الجراحية، بتؤدي الى اختفاء الاورام تماما بنسبة تصل الى 80%. يعني احنا العلاج، السيدة بتاخد علاج ما قبل الجراحة، يكون عندنا ورم مثلا حجمه 5 سنتي، نيجي في العملية ما نلاقيش الورم تماما. طب احنا كنا بنبقى مستعدين ازاي؟ بنحط زي كليب او علامة في وسط الورم قبل ما نبدأ العلاج، وبيبقى حاجات من الحاجات المبهرة
ان احنا نلاقي هذا الورم اختفى تماما. بقى عندنا حاجه كمان مهمه جدا اسمها ريسبونس جايدد ثيرابي، يعني احنا بعد ما ندي العلاج نشوف الاستجابه قد ايه، على حسب هذه الاستجابه نقدر نوجه ما بعد الجراحه نمشي ازاي، بحيث ان احنا الهدف الرئيسي زي ما احنا قلنا ان يبقى احتمالات الشفاء كبيره جدا، وتعريف الشفاء برضو مهم اللي هو الورم يختفي وان شاء الله لا يرتد او احتماليات ارتداده تبقى ضعيفه للغايه ان شاء الله. طيب دكتور هشام، الحقيقه من الحاجات برضك الكويسه جدا الوقايه، انا حابب اسال حضرتك عن الوقايه، لان حضرتك بتقول لما بيجي في الحاله الثانيه او في الحاله الثالثه، انا اسف، في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه، ده بيبقى طبعا نسب الشفاء عاليه جدا وبتجنب السيده يعني التعقيدات العلاجيه اللي بتبقى في الثالثه والرابعه. شايف اهميه الوقايه ازاي، او الاكتشاف المبكر عفوا ازاي دكتور هشام دلوقتي الست تقدر تعمل ايه تكتشف ده ازاي حتى في وجود الحمل؟ هو طبعا في حاجتين لطاف جدا، يمكن كان حضرتك في الفقره اللي قبل كده مدير منظمه الصحه العالميه موجود، والحقيقه برده كان النهارده في اجتماع لينا عبر تقنيه الزوم على مستوى العالم كله، حاجه اسمها جلوبال بريست كانسر انيشيتيف عاملاها منظمه الصحه العالميه على مستوى العالم، كان في حوالي 100 عالم على من كل بلدان العالم مجتمعين علشان وضع هذه الخطه الاستراتيجيه للقضاء او بيسموها كانسر ريزوليوشن او للقضاء على سرطان الثدي خلال الفتره القادمه، ولها محددات وما يسمى بالكي بي ايز وحاجات دي محدده بوضوح. اللي حضرتك ذكرته ده مهم جدا، الوقايه والكشف المبكر عن السرطان الثدي. الكشف المبكر اللي هو نقدر نكتشف مبكرا بالحملة الرئاسية العظيمة دي بالتوعية والكشف المبكر، زائد الوقاية. هل في حاجة وقاية من السرطان؟ أيوة، الحقيقة منظمة الصحة العالمية قالت إن في حوالي 40% من الحالات سرطان عموما مش سرطان الثدي بس ينفع الوقاية منهم عن طريق آليات محددة. طب هو كام حالة أصلا بيحصلوا في مصر في سرطانات عموما؟ حوالي 125 ألف حالة جديدة كل سنة، للأسف هيزيدوا لغاية 250 ألف حالة في سنة 2050. نقدر إحنا كمجتمع وكأطباء مبادرات إن إحنا نقلل هذه النسبة بنسبة 40%، يعني ال 120 دول يقلوا حوالي 40 ألف أو 50 ألف بني آدم أو 50 ألف أسرة تتأثر من هذا السرطان. إزاي يا دكتور؟ عن طريق إيه؟ حاجات محددة معروفة ومحتاجة مننا مجهود كبير جدا. واحد، الامتناع عن التدخين، ودي حاجة مهمة للغاية. أكيد. بدأ يبقى فيه مجهود ضخم طبعا، أكيد حضراتكم كلكم عارفين كوب 27 ومؤتمر المناخ، كل ده بيشمل برضك التلوث سواء التدخين أو التلوث وخلافه، وبالتالي ده يقلل رقم واحد في الإصابة السرطان في العالم. صحيح. رقم اثنين السمنة. السمنة هي الرقم أو السبب الرئيسي الثاني للسرطانات في العالم. استخدام الهرمونات في غير موضعها لازم نبتعد عنها. علاج الفيروسات منها الفيروسات الكبيرة الحمد لله قدرنا نصل بدرجة كبيرة لإنجاز عظيم فيها، والفيروسات الحليمية. الرياضة، البعد عن الإشعاع، كل ده يؤدي إلى تقليل وتقليص حجم حالات الأورام بنسبة تصل إلى 40%. الحقيقة برضك العلم واستخدام العلم والأساليب الحديثة والأنسب في العلاج، مش لازم يكون الأغلى، الأنسب في العلاج أدى إلى ارتفاع نسب ضخمة جدا في الشفاء. عايز أقول كلمة أخيرة، إن البحث العلمي وقاطرة التنمية في علاجات الأورام، والحقيقة في مجهود ضخم جدا 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 بيتم دلوقتي في البحث العلمي في مصر خصوصا في مجال الأورام. طب الحقيقة دكتور هشام، وإحنا بنحضر للقاء حضرتك والموضوع لفت الانتباه خبر على مايو كلينيك عفوا بيتكلم على إن أورام الثدي لدى الرجال بدأت تزيد، فده كان شيء غريب جدا، الواحد قاعد يفرك في عينيه ازاي يعني، فهل الكلام ده صحيح؟ ولما الواحد قرا الاسباب فعلا زي ما حضرتك بتقول، من بينها السمنه، الانماط الغذائيه السلبيه، مساله الهرمونات او استخدام الهرمونات غير المنتظم او غير المنظم، هو فعلا في كده في اورام ثدي رجالي؟ طبعا هي اورام الثدي في الرجال صحيح نسبتها بسيطه حوالي 1%، ولكن موجوده من زمن، بدأنا زي ما حضرتك قلت بالظبط دلوقتي انها بدأت تزيد تدريجيا نتيجة السمنة المفرطة، استخدام الهرمونات والاستروجين والحاجات دي وخلافه، وبالتالي ده
ده بيؤثر سلبا على صحة الرجل سواء خصوبته أو حدوث سرطانات الثدي. كل الكلام ده بيتعامل حتى هذه اللحظة بنتعامل في العلاج والخطط العلاجية زي سرطانات الثدي في النساء حتى هذه اللحظة. أنا شاكر جدا وجود حضرتك معنا أستاذ دكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.